ننتقل إلى المحور الآخر في الحوار، وهو مخرجات الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي على الصعيد الإقليمي. احنا خلصنا الملفات المحلية أو الداخلية أو الثنائية الاقتصادية وسد النهضة وحقوق الإنسان، وبنتكلم دلوقتي على ما جرى في سيناء. في ملاحظة على اللي فات؟ اتفضل. مش ملاحظة بس، في حاجة لفتت نظري في البيان، ودي أول مرة في البيانات الرسمية المصرية الأمريكية يشار إليها. وطبعا سيادة اللي هو إذا حب يعلق بعد إذنكم، اللي هي كان في إشارة إشادة بالبرنامج المصري لإعادة تأهيل الطيارات الهليكوبتر الأباتشي. مظبوط. اللي لفت نظري في الصياغة ناشونال، تمويل وطني، تمويل ناشونال الوطني، مليار دولار لإعادة تأهيل الطيارة الأباتشي. والتعبير الأمريكاني بقى اللي يخاطب العقلية الأمريكية والمواطن الأمريكي اللي هو فرص العمل، إنه 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 إن هذا البرنامج الوطني المصري هيعمل على خلق مئات فرص العمل للأمريكيين. ده بس أنا دي لفتت نظري وتوقفت عندها. حسوا بغلطتهم بصورة يعني فعلا، يعني أنا تستشعر معاهم حتى ما معهم في النجم الساطع وتشترك وتتحدث معهم، تحس انهم حسوا بغلطتهم. غلطتهم ان انت لما تضغط على مصر في هذا الملفات بالذات ملفات التسليح، انت هتخسر مصر، وانت الخسران مش مصر. سوق السلاح مفتوح في العالم كله، وانا قادر اتحرك في اي اتجاه واجيب سلاح واستوعبه، وعندي هذه التعدديه بصوره محترفه، فانت الخسران. فهم حاسين بهذه الخطأ. طيب. قبل ما اروح للمحور عايز بس أضيف، يعني هي بتأكد برضو بعد تاني، انه العلاقة العسكرية ذات اتجاهين. بمعنى يعني مثلا بتعمل مناورات النجم الساطع، الولايات المتحدة بتستفيد ومصر بتستفيد. صحيح. بتستفيد مع تعامل مع جيش متقدم، تكنولوجيا متقدمة الى اخره. هنا بقى البعد الجديد اللي يتعلق بمبيعات الأسلحة وصيانة الأسلحة. دايما كان لها اتجاه واحد، بتشتري او بتاخد الأسلحة من الولايات المتحدة في إطار المعونة اللي هي 1.3. انت الحقيقة مدخل بقى بعد جديد. صحيح. انت بتمويل مصري وطني بتعمل صيانة لهذه الأسلحة الأمريكية، وبالتالي أمريكا بتشيد هذا الأمر لأنه يعني بيشغل مصانع سلاح، عمالة أمريكية إلى آخره. أنا شايف أنه تطور جديد وتطور رشيد ومحمود، يعني بيخلي العلاقة ذات اتجاهين مش اتجاه.